نوع من الاوامر استرجع اعمله غير هيك. احترت بين غنيتين لهيفا، نوتي او واوا. رجعت قلت انه خليها بين هيفا وننسي، نوتي او شاطر. تفضلي. أكيد بدي أقول صباح الخير كمان لكل المشاهدين، بدي أقول مرسي لكم كلكم، مرسي لي مع الجاست، ومرسي لكل المشاهدين الأوفياء للفقرة، وأهم شيء مرسي للإنتراكسيون أو للتواصل يلي عنا إياه تحت الهواء دايما، نحن بين بعضنا بنسأل بعضنا، ونادية بتعرف أكثر شيء كيف كنت كيف كذا، بنصير نتواصل مع بعضنا وهذا الشيء بيغنينا وبيخلينا أكيد نتقدم. مرسي مايا. مرسي مايا. بلش بكارلا. يلا كارلا، don't eat this, I'll eat it instead. وانا شاهدة، انا شاهدة امبارح كنت عم تاكل 2000 كالوري. شفتي؟ قلت لها رح اخبر كل المشاهدين بس ترجمي ترجمي لانه تفضلي ما تاكلوها بكل عندهم فضيحة العصر. انا اليوم كنت بدي اجيب صدر كنافة، بعدين قلت رح يكون مشكلة لانه كل واحد رح يطلع له يمكن اقل من لقمة، خلينا حافظ ما انزع صيتي وخلينا بلا كنافة احسن ما يطلع مشاكل. ميرسي كثير نادية وغادة وريما وغيدة، فكرة كثير حلوة، يعني صار لي 12 سنة بالتلفزيون، هاي أول مرة منعيد ومنحس حالنا مزبوط، نحن عائلة وحدة وإن شاء الله على طول يا رب. نحن عائلة ويا رب على طول معايدة يا كارلا. عد على حظي الحظ. نروح لعند هادية. هادية؟ إيه إيه، أنت روحي عند ماما هادية. ماما هادية. ما تمشيها بليز. ماما هادية. I'm in even when I'm out. I'm in even when I'm out. أكيد. يعني انا ماني كثير شاطره بالحكي، شيء مش باختصاصي، بس بقول عن جد انه 12 سنه قطعوا كثير بسرعه. هلا بس لما بفكر انه مش معقول، وبحب اتشكر كل اللي اشتغلنا معهم هون، كلنا كلنا كلنا، ولازم تكونوا على طول ان. وحتى انا مثلا هلا حب لي رافضه البس ثياب حبل لانه ما حبيت شيء لحد هلا. بدك ثياب الان؟ إيه لا ايه من هيك. المهم تضلك انت ان معنا كمان بالعالم. ما هو هيك. ميرسي هادية. ميرسي هادية. لحظة ليه لها زقفة يعني ما فهمت؟ شو؟ ليه لها زقفة؟ للكل عم تزقف. انت عاملين لك اياها الساعة 12 زقفتك. رانيا اللي بتقدم لنا هلا فقرة جديدة عن الموسيقى، رانيا ما كثير بعد بعرفها منيح لنقي لها كومنت هيك شوي بيشبه شخصيتها، بس بتحكي كثير عن شغلها بطريقة طوشة يعني، فسميت طني ورني. طني ورني. اول شيء انا ما صار لي زمان معكم، صار لي هيدا ثاني شهر. اوكي اول تخولوا شمعة على طول وفكي ولا اصلا احتفل. ايه فهيدا اللي بدي اقوله انه انا كثير مبسوطه. هلا انا في عندي كلمه غاده بتعرف شو هي الكلمه اللي بعلق عليها؟ مش مسموح. اكيد اكيد اكيد, أكيد. فانا قد ما بضلني اقول اكيد ضلني باكد على حكي بين الاكيد والاكيد. اكيد اكيد انه انا كثير مبسوطه اليوم، وانا بشكركم لاني انضميت لهالعائله الحلوه. اهلا وسهلا وسهلا فيك. انا بس نسيت اقول ميرسي لفادي ملاعب ومحمد حلال لانه سهرتهم امبارح مثل ريا ساعه لخلصوا الشغل اللي مقدمين لنا اليوم. جاكلين كيف احلامك؟ يعني لحالها كيف صحتك؟ انه ريما قاعده عقلي، انه ريما قاعده عقلي توقعت شيء. ريما احلى من كيف صحتك؟ تفضلي. شو مكتوب؟ كيف احلامك؟ كيف احلامك؟ لانه من خلال الحلم نقدر نعرف كيف الصحه وكيف الاحوال كيف المزاج، اذا كان الواحد بحاله من التفاؤل او التشاؤم. انا كمان بدوري بدي كمان يعني عيدكم، وبدي اقول ميرسي كثير لنادية انها اعطتني هالحضور الحلو، هالشرف الحلو انه اكون معكم. اكثر من هيك جاكلين، اهلا وسهلا فيك. وبهالاسره الحلوه فعلا، يعني انه واحد بحس حاله بالنهار عم بشوف عده اقمار، وكوني صغير يعني على الصباح اقمار ما حدا اقتنعي فيهم. لا اكون. وبعدين بنحس انه كون صغير عم ينطلق على كون كبير. في الفقره تبع الطفل تبع الام، في يعني متنوع من الشتول والزهور الى الفلك يلي هو عالم كمان مهم كثير. فعالم يعني صغير متنوع فيه كل المواضيع يلي بنحتاج لها ببيوتنا، وكنا قصنا الاحلام يلي بتجذب فكرنا وبتشد قلوبنا. فطبعا الحلم كمان ما تحينتحر وقتنا عم بيضيق. انا موفقين دائما. قد عندنا وقت بعد عندنا وقت. في عندي روى.
ايوه هلا درج الدرجه الخامسه والدرجه السادسه بالحذر العالمي وهذا الحكي صعب يعني، فحطيت addicted to knowledge 6 degree. عم بحكي بهيدا الميكرو انا عماد، بيأثر دخلك على الصوت؟ هلا تاخرتي تسالي خلص. ميرسي رمرو. بدي اقول لكم اكيد ينعاد عليكم كلكم وصباح الخير لكل اللي عم بيحضرونا اليوم. هالكلمه قلتها من 10 سنين وما بعرف كيف مرقوا هال10 سنين، قد ما كانوا حلوين بصعوباتهم وبالاوقات الحلوه، فبدي لكم ينعاد عليكم لكل اللي عم بيحضرونا كمان، وبحبكم كثير وان شاء الله نضل سوا ان شاء الله. هلا كارمن، كارمن كل الناس تنطرها الصباح. كارمن حابه انه انت تروحي لعندها تعطيها. حروح لعندها انا ما في مشكله. كارمن حطيت لها listen today worry tomorrow، على اساس كله بينطرك الصبح يعني ليعرف شو وضعه حيكون. تفضلي. طلع مثل الطلب. حلو. listen today worry tomorrow. بدي ارجع اخذ الميكرو. اكيد. عشان هيك واقفه عم تطلعي فيني. عم تطلع فيكي. على كل انا حابه اقول للكل ميرسي كثير، فكره كثير 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 حلوه، كلكم فكرتوا فيها اشتغلتوا عليها. حابه اقول انه بالنسبه لإلي كانت خبره وبعدها خبره كثير كثير حلوه. 10 سنين انا بكمل 10 سنين بشهر حزيران، 10 سنين بعالم الصباح، اضربوهم ب 365 يوم، 365 يوم ب 10 سنين. يعني انا كبرت معكم، كبرنا سوا، نصحت ضعفت تغيرت من كل الانواع. يعني انا بتصور انه اللي معود يحضر عالم الصباح عن جد بحس حاله انه هو بقلبنا بقلب استوديو، والناس تسالنا انه انتم عن جد بقلب استوديو برات استوديو دائما هيك، نقول لهم ايه نحن عائله كثير حلوه. بقول لكم ميرسي كثير، وكمان ميرسي كثير كبير لكل وحده منكم وكل شخص وراء الكواليس وكل شخص عم يشتغل معنا ولاصحابنا. ميرسي كثير. عمر كثير من الاشخاص بيقولوا انه انت خدوم، فحطيت اف 9 زر الهلب بالكمبيوتر. اول شيء صباح الخير، وبعد النهار مبلش والعيد مبلش فما حعلق هلا كثير، بس الكمبيوتر مبلش هو. رح اعطي دور لغيري بنرجع بنكمل بعدين بالنهار. روح مدام ليلى. مدام ليلى ما قدرت حط غير مدام ليلى، بس اطلع بالمرايه بتذكر انه ميرور اون ذا وول. ثانك يو ريما. اهلا. أنا هون بحب أقول شيء كتير حلو، إنه الإنسان بس يحس باستمرارية، وهيك مرحلة كتير كبيرة كانت كتير مهمة بحياتنا. الأكثر إنه نحن كنا مفكرين حالنا بالأول إنه عم نتعب وإنه عم نجي على التلفزيون، فجأة منحس حالنا إنه صرنا وكأن نجوم، وهذا الشيء له فضل كتير تلفزيون المستقبل. لا أنا أكيد، أنا أكيد شفناكي نجمة كتير كبيرة على التلفزيون، إنما هون دايما منقول إنه في شكر كتير كبير للثقة الكبيرة اللي كانت انحطت لنا من إدارة التلفزيون. هالشعور بالعيلة، الشعور بالاستمرارية، وأحلى مرة احتفلت فيها بعيد هي اليوم لأنه بس 16 سنة. كندا في بيوتي اند ذا بيست، الفلاورز اند ذا بي، عدت بتذوقي كل الوردات قبل ما تخبينا. تفضلي. صباح الخير ريما. حلو. اكيد بحب الفلاورز، بحب البي كمان. غيدا بدي اقول لك، غيدا بونجور. مذكره اول مره طلعنا سوا على الهواء؟ كانت اول مره لإلي امبارح، هيدي ما صار لها زمان. 12 سنه ونص، يمكن ونص او شوي اكثر. بدي اقول اند مي. بعدين بنجي عند رانيا. تفضلي بس خلي وسام، خلي وسام بس يقول. ايه وسام يقول كلمه. ايه بس يقول اكيد نضل نحكي. اوكي لكن خلص ما تقول. الجمله بتعبر عن. اوكي خلص خلص بتعبر. خلص رانيا بدي اقول انه فتت على عالم الصباح وعن جد مبينه من الاول بروفيشنال وتمام، بس يعني كان عندها جمله هيك غابت عن وقتنا عنا كلياتنا ما قلناها، وهي اصدقاء المشاهدين. فقلت لها ام فريندلي، وحتى انه اصدقاء المشاهدين من وراء المشاهدين اصدقاء لنا وللبرنامج. اهلا وسهلا فيكي. انه لحقتي كمان انه تشكلي هيك فكره عن. اهلا وسهلا فيك ريما. غيدا دائما بتقول، هي بتقول غيدا يعني لما ما تكون ما حدا بيضحك هي بتقول هيك. It's hard to laugh when I'm not around. هذا شيء كثير مضبوط. مضبوط مضبوط. مع انه هلا عم تبكي بس مضبوط. بدي اوصل لها للمدراء اليوم لانه لا ما بحب هيك المدراء رقبتي بالموضوع.
هي مدرة عن جد منها حلوة الكلام. ابدا بدي اقول مبروك لنادية وغادة استلموا من هالمنصب، وقت ما استلموا هالمنصب ما عم شوفهم من هيك مبسوطة هي. حسيت اول شيء في غلطة مطبعية ما حدا عدى عليها، ايه لانه في اشياء على التليفون قلتها. احترت شو بدي احط، قلت بحط شيء متشابه ومش متشابه. حطيت لنادية اتس نيغوشيبل بت دو از اي سي. حطيت لغادة اتس نوت نيغوشيبل اتس ان اوردر. مش مضبوط. وين الماك تبعك؟ لا هيدا بدي اخذ من كل واحد جمله احلى وحده حطها وحقول لمين. ريما رح اقول لك ميرسي على السيرفيس. بدنا نقول يا غاده انه هالبرنامج اصلا بدا بفكره، والفكره كانت لمديرنا السابق اللي كلنا بنحبه كثير، بنوجه له تحيه وقبولات. كلنا بنقول له صباح على الهواء، بنقول له صباح على الهواء، بنقول له صباح الخير. الاستاذ علي جابر اللي هي كانت فكره بدايه برنامج الصبح بالعالم العربي للمره الاولى كانت فكرته، وحب بكل هيك قلب كبير بقلب كبير انه يعطينا شهادته من دبي. الله يسامحه كان يفيقنا من قبل. الله يسامحه كان يفيقنا من قبل. عملت فينا حوالي يفيقنا الصبح، عملت اشياء فينا بس الحمد لله النتيجه طلعت كثير حلوه. خلينا نشوف شو الكلمه اللي وجهها لنا. تلفزيون المستقبل يعني قدم كثير اشياء جديده للتلفزيون العربي، منها عالم الصباح. عالم الصباح هو اللي قدم التلفزيون الصباحي للعالم العربي، كانوا كلهم يبلشوا شي الساعة 3 أما 2 أما 4 بعد الظهر يبقوا لمأخر بالليل. تلفزيون المستقبل كان أول تلفزيون بيقدم التلفزيون الصباحي للعالم العربي، وكان أول تلفزيون ببث 24 ساعة بالعالم العربي. وهيدا الشيء مش الوحيد اللي قدمه تلفزيون المستقبل. تلفزيون المستقبل كمان كان الرائد بتقديم الجرافيكس. الجرافيكس اللي هن مثل البهار والملح اللي بيجملوا وبيطعموا البرامج. تلفزيون المستقبل قدم النشرات الجويه، نشرات الطقس والسير وغيرها. تلفزيون المستقبل كان رائد كمان بنشرات الاخبار، بتقديمها باخراجها، بتقديمها بضمن ست وديكور موجود. اول صعود تلفزيون المستقبل الحقيقه كان هو يعني انفجار ابداعي على كذا سنه وعلى مدى سنوات. الحقيقه ابرزته وحطته بضمن التلفزيونات العربيه الاساسيه. وعالم الصباح هو جزء اساسي من العناصر اللي خلت تلفزيون المستقبل يبرز بالعالم العربي ويتخطى المنافسين تبعونه ان كانوا محليا ولا ان كانوا عربيا. الحقيقه بث التلفزيون النهاري هو مواكبة لتطور صناعة التلفزيونية. نحن مش اختراع تلفزيون المستقبل، هو البث النهاري موجود بأوروبا كان وموجود بأمريكا كان وناجح جدا. العالم العربي ما كان متعود عليه. تلفزيون المستقبل كان عنده الجرأة وأنه يستثمر بهيك ساعات بث ويحط يعني مقدرات لها يقدروا نساء العالم العربي، الزوجات والأمهات الموجودين ببيوتهم وحتى الناس الموجودين بمكاتبهم وعندهم تلفزيون، أنه يقدروا يتفرجوا على أخبار وبرامج وناس عم تحكي هون عن قضايا يومية وحياتية. والحمد لله نجحت يعني هلأ بكل التلفزيونات العربية والعالمية واللبنانية موجود برنامج صباحي ما يسمونه عالم الصباح. قدام الشاشة عالم الصباح أبرز نجوم، وعالم الصباح كان بمثابة حضانة لكثير مواهب تقدر تشتغل عليها يوميا بطريقة مثل بوت كامب بيسموها بالإنجليزي، يعني تشغلها بطريقة مكثفة ومبرمجة لحتى تقدر تتعاطى مع البث الحي. هو بث كثير صعب والأغلاط فيه لا ترحم. بقى بتجيبهم على عالم الصباح، بتدربهم على هالبوت كامب ستايل هيدا، بيقدروا يطلعوا فيه ويعملوا برامج أساسية بالبرايم تايم يعني بالفترة المسائية. لبنان كان طالع من الحرب، العالم بيعرفوا لبنان شو صار فيه. عالم الصباح كان أحد الأدوات الأساسية اللي خلت العالم العربي يتفرج على لبنان الحالي من بعد الحرب، عالم اللي يعني لبنان اللي كان أصبح في ربوع وسلام وإلى آخره، يشوفوه لايف بذات الوقت ويشوفوا أنه كثير ممكن الواحد يفوت يجي على البلد هذه ويستمتع فيها. بقول لهم عم شوفكم ومفخور فيكم وبحبكم كثير.
بنحبه كثير. نحن كلنا بنحبه كثير. نحن بنحبه كثير كثير وبدنا نقول له لعلي يعني كان معنا ببيروت وهلا هو من دبي عم وجه له تحيه. دموعنا بلشت من الصبح عم نحاول نمسكها قد ما بنقدر. فيقتنا بكير كثير يا علي. لا فيقتنا كثير بكير كنت ضلك ورانا فيقوا يلا واشتغلوا وقوموا. وفعلا هذا الشيء خلينا هيك يكون عندنا حافز، كنا نروح قبل الخمسة الصبح لحتى نبلش نتمرن، أول ما بلشنا كنا الساعة 4 نبلش حتى لحتى نبلش نبرمج الوقت، هلا أنا إجي 5:30 صحيح بس إنه حاول قدر أنت اليوم ب 16 سنة الاستثناء الوحيد جيتي بكير، ب 16 سنة أول مرة بتجي بكير جيت كثير بكير بس بدي أقول إنه بدي هي بالنهاية قدرنا نقلع ببرنامج ضل كل هالسنوات قدرنا نقلع ببرنامج اشتغلوا فيه أشخاص كثير كانوا هيك عطوا من قلبهم، يعني فيني أقول جرب أتذكر بعض الأسماء لأنه ما بدي أنسى حدا بس يعذروني اذا انت بدي اقول جمانة نمور اللي بلشت بالبروجرام وكانت هي المقلعه فيه لينا دوغان بلشت من البدايات ناصر كعبور رح اقول رح يمرق كمان تقارير بخلال عالم الصباح بدي اقول كمان لمحطات عديده مرقت معنا يعني من المين انكرز كمان جوزيف حوي كان معنا منى وهبه حبيبه قلبنا بس اليوم ما انا قادره تكون معنا ناس هيك حبيناهم ناس قلنا يا ريتهم ما راحوا ناس قلنا انه لما فاتوا على عالم الصباح هذا يحضروا رح يقدروا يفوتوا لعنا على قلبنا هني حسوا دغري حالهم انه نحن حضرناهم فبنحس انه هيدا التلفزيون كله هو حضرنا نحن اولاده ويمكن كل واحد منا صار بحس حاله عمود من تلفزيون ما بقى حس حاله واحد انه هو عمود انا بحس حالي انا هيني عجبت حاله عمود ولا حموت لا عمود عمود وحيموت وحيموت التلفزيون ماجدة ما تنسي ماجدة وماجدة اكيد كان عندهم كلهم يعني وشهير بريس ومنى في كثير في اشخاص في كثير كانوا كمان بروديوسرز على البروجرام خدموه كثير بدنا نقول عنهم بدنا نقول انه جمانة بلشت بدنا نقول انه بعدين مرق كمان ديما بدنا نقول كمان ايهاب مرق بدنا نقول كمان انه اخر بروديوسر عزيز جدا على قلبنا اشتغلت معنا 8 سنوات وتركتنا مؤخرا بس بعدها بالتلفزيون بعدنا عم نشتغل سوا جنان فغالي عبود بدنا نوجه لك التحيه بدنا نقول نحن بنحبك كثير وان شاء الله تكوني عم تحضرينا هلا هذا برنامج كثير غالي على قلبنا لو بساعة استوديو كانوا كلهم غالي على قلبنا اكيد وبدنا نقول انه غاده وناديه حاملين الشعله وحاملينها بشكل كثير كبير بدنا نشكر ايمن مروي اللي كمان رافق جنان بكل هالسنوات واللي كمان خدمنا يعني بعده عم يخدمنا لليوم رغم وجوده خارج البلد وفي راس واماني والكل نحن بنحبكم فراس واماني وعامر اللي هن يعني الناس اللي ما فينا نشتغل بلاهم اكيد وخالد وخالد زنبرك كما نقول خالد ونيجار ورينا اللي كمان بيرافقونا على الاخراج وكلهم رح نذكرهم خلينا نشوف بتقرير حبيت تحضروا لعالم الصباح هيك المشاهد بدي بس اعطي ملاحظه انه ارشيفنا ب7 ايار الماضي احترق وقدرنا نخلص كم كاسات هل كم كاسات صاروا ثروه بطلوا كاسات من الايام اللي مرقت 16 سنه يمكن بقي منهم شهرين ثلاثه شكرا للي حلق الارشيف عندنا كم مشهد حابين نفرجيكم اياهم وهيك جوله عامه على عالم الصباح و16 سنه على وجوده شكر كبير لخالد نحفاوي لانه بسبب كثافه الطلب على ماشينات المونتاج ولانه كل الاسره كانت عم تعمل مونتاج لكل واحد الفقره تاعيته اللي حنشوفهم بعد شوي. كنت بعت علينا ناديه اخر تكه يعني كلكم تشتغلوا اخر دقيقه. يعني كنت بتستاهلي قولي ما كانت تستاهلي لعيتها بس اليوم سامحتها لانه حطت لي هيك. وانا شغلي كمان لغاده اللي كانت عم بتروح تحمل معها الكفوف وتروح لحتى تنفض الغبره عن الارشيف اللي كان صعب كثير تنفضها. في نهار حدا معيط علي. لا وكانت هي كانت عم تروح مثل الاشخاص اللي عم بتحاول تفوت وتغوص بقلب الارشيف. هي وعلي واماني بدنا نقول لهم يعطيكم الف عافيه. انا بدي اقول ميرسي لخالد لانه خالد عمل هذا المونتاج اخذوا يعني اكثر من 20 ساعه واللي بيشتغلوا بهالمجال بيعرفوا انه المونتاج شيء كثير صعب بده يتنزل الكاسات بوقته الكامل بعدين تتاخذ المقاطع بدها كمان فن اشتغل عليهم ببيته يعني كمان اخذنا له مش بس وقت النهار وقت الاخراج كمان وقت الليل فميرسي خالد ميرسي خالد فينا ناخذ بريك شفت على القد انا مش معقول فينا نمسح دموعنا لانه غيدا بدها رتوش ولانه من بعد شوي الكل رح يكون في لهم فرصه انهم يعرفوكم اكثر على الفقره وعلى المده وعلى الجو يلي هن عايشين فيه مع اسره عالم بدي اقول شغله بس قبل ما اطلع البريك قولي طلعت هلا معي انه ما بعرف يعني بتحسي انه لما بتلاقي اصدقائك بهذا المحل
مش معقول شو بيحلى الشغل. كيف اذا كانوا يعني اصدقاء عمرك؟ مش معقول تعرفي تقعدي مع حدا ثاني. اصدقاء العمر كلنا عمره 16 سنه هلا صار العمر كله. عن جد لا عن جد هذا شيء كثير حلو. هذا احلى شيء بالبروجرام. طيب برات البروجرام احلى شيء. صحيح. خليني اخذ بريك. اسمح لي بعد. اسف عندي وقت. رح نتابع اذا محطات عالم الصباح بهالنهار المميز، رح نكون بخلال النهار بلقاءات مع كل الاشخاص اللي حبيتوهم عبر الشاشه، رح نحكي معهم كيف بيحضروا شغلهم، كيف بيجوا ركض على الشغل، شو اللي اكثر شيء بيعذبهم ليتجددوا كل يوم؟ تفضلي ست كندا. في شيء ورده كنت عم تجيبيها او شيء؟ في شيء جنينه عم اليوم اول مره بتجي متاخر هلا. في شيء جنينه عم تسقيها قبل تجي؟ في شيء شجره زرعتيها قبل؟ انا بدي اخلي تفضل وسام. انا هيك حابب كارمن صباح الخير مرة ثانية. صباح الخير. هيك طلعتي على المشاهدين أداء لك. بدها الميكرو بس لكارمن. أداء لك كارمن قلتي لي بتطلعي على بعالم الصباح 10 سنين. 10 سنين بشهر حزيران بيصيروا 10 سنين كمان. خبرينا هيك شوي شو اللي تغير بكارمن من أول ما بلشت لهلا؟ أول شيء كان دخولي على عالم الصباح على كل فيلم كان صدفة أو نحن هيك بنفكر إنه في مش 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 حلو هلا بده يمشي. طلع الصوت طلع الصوت طلع الصوت يلا يعني. في صوت على كل إن انا والميكرو ما في صوت الا قصه. بوقت اللي عم بيحضروا لنا الميكرو لكارمن رعات الميكرو اللي لي مع كارمن وننطر الميكرو الثاني ليحضر. نقدم شو بدك بريك بهالوقت نطلع برفقه. انا بدي اقول كمان انه زميلنا علي حمادي كمان اتصل فيه من يومين وقال هو بده يشارك معنا كمان، ان شاء الله بنقدر ناخذ بعد شوي اتصال منه لانه هو هلا بالاردن. بدي اتشكر قد ما بقدر ناس، يعني ما بدي انسى حدا، عم جرب كل شوي اتذكر اشخاص. بعد في وقت. بدي اقول ايه لسامر كمان مخرج او المدير المسرح اللي معنا كمان اللي بيرافقنا، هدول الاشخاص اللي بدهم بيعملوا هيك وتايم اوت ودقيقتين وثلاثه بس يروحوا على البيت بضلهم بيقولوا هيك بهوتسوا بهيدا الموضوع. كمان كل الكاميرامان اللي بيرافقونا وبيكونوا ورانا وبيركضوا لحتى يقدروا ياخذوا الكادرات. بدي اقول كمان شغله كثير مهمه قبل ما ننتقل لعن مدام ليلى التي تعنى بالجمال وتتكلم عن مملكه الجمال، بالاشخاص اللي بيهتموا فينا. بنوصل الصباح مثل ما بيقولوا شكلنا عجيب ولا مكياج بلا شعر ما عاملين شيء، وفي اشخاص بيهتموا فينا من يعني من الصفر، بيعملوا لنا مكياج حلو، بيعملوا لنا شعرنا بشكل حلو، بليهم ما فينا نطلع على الهواء الا ما نكون هيك باحلى حله امام المشاهدين. بدي اقول شكرا كثير لمحمد ادلبي، شكرا كثير لجمال مرعي، شكرا كثير لزهره الظريف، بدنا نقول لسيمون سيمون العدم كمان بدنا نقول له شكرا كثير، كل اللي بلشوا معنا من الاول كمان بنقول لكم شكرا، انتم اللي حليتونا ونحن من غيركم ما كان فينا نقدر نكفي ونستمر، كمان الاشخاص اللي بلبسونا كمان بدنا نتشكرهم لانه كمان بيربدوا وبيسعوا لحتى يقدروا يساعدونا بكل شيء بنعمله بخلال النهار و بخلال النهار رح نكفي التشكرات. مدام ليلى صار لك سنين معنا وكتابك عطى هيك كثير من الاشخاص نصائح عديده وكلهم صاروا يتعلموا منك كمان يحلوا حالهم يهتموا بحالهم، والماسكات الطبيعيه اشتغلت كثير كله خميره ودجاج وبطاطا وبيض كله عم يشتري كثير اشياء حواضر البيت، كله ست البيت صارت تقدر تستفيد من كل شيء، اعاده تصنيع شغاله عندك ان كان من الكتاب وان كان ايضا بطبيعه اجمل بشهر رمضان، تجربه طويله نحن كنا سعداء فيها. تقريبا رح يصيروا 12 سنه، هن 11 سنه ونص، رح نوصل ل 12 سنه. شو كان عمرك؟ اربعه يعني وقت ثلاث سنوات ونص. ثلاث سنوات. صراحه انا بالاول اول ما اتصلت فيي ديما الحر وقالت لي في برنامج صباحي، قلت لها لا 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 انا بالنهار ما بحب اعمل بروجرام. قلت كيف ترى مين رح يحضر على بكره؟ كنا بعدنا التلفزيون ما بيتحدث عن برامج الصباحيه، وكان كان الليل للشاشه والنهار للراديو، وكان الراديو بعد عنده موقعه ليستهويك انك تسمعيه او الصباح للنوم او حقيقه. بقى كانت البدايه حقيقه باني تعرفت على تلفزيون المستقبل من خلال مقابله مع هاديه. كانت هاديه عم تهتم بفقره اسمها يمكن موضة ومكياج أو شيء هيك، واستضافتني كضيفة وتعرفوا علي كضيفة، ومن هونيك فتنا بهالبرنامج يلي كان له دور أساسي أنه انطلقنا منه لبرامج كتيرة مثل ما سبق وقلتي طبيعة أجمل، والأكبر هو بيوتي كلينيك.
بيوتي كلينيك يلي شافوه كتار وكان له تقدير كتير كبير. والبداية كانت لمملكة الجمال، وقريبا جدا في 5 كتب من عالم الجمال. بسم الله. رح نشوف هلأ تقرير صغير عن ليلى في عالم الصباح ومنتابع منرجع مع حديثنا مع جانين ومع إبراهيم. إذن شفنا ريبورتاج عن البيوتي اللي تتمتع فيها. صراحة أنا لاحظت إنه يمكن من بدايتك لحد اليوم بعدك نفس الشيء. هيدا السر. شو هيدا سر الجمال؟ سر الخلطة أو الخلطة السرية اللي بتقدميها شو هي؟ هي حقيقة قد ما في الإنسان إنه يحافظ على روحه الطيبة والشفافية، بتكون عم بيحس حاله هو من جوا دايما أجمل. يلي شفني هلأ أنا بدي أتشكر كتير سميرة عليه. هيدا تكريم يلي مرقنا فيها من خلال وجودنا مع عالم الصباح. هي تكريم كانت بجميع أنحاء العالم العربي، ما بين السعودية، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات، سوريا. حقيقة كانت جولة كتير كبيرة نيويورك. هالشي هيدا كله كان سبب وحافز أنه نتشكر مرة تانية تلفزيون المستقبل. يمكن نحنا كان لنا تعب وكان في لنا عطاء، ولكن كان في ثقة كتير كبيرة خلتنا أنه نوصل أكتر وأكتر. وآخرهم هي أنه نكون سفيرة لبونز بالعالمية، وهي هيدي شركة اليونيليفر الكبيرة. هيدا الشيء كمان مرة تانية شكر لتلفزيون المستقبل قد وصل صورتنا عبر هالشاشة بشكل كتير حلو وشفاف لكان لنا هالتقدير. نعم نعم. من الجمال ننتقل الديكور. بعتقدي جانين انت بتقدمي فقرة ديكور بكل ألوانها وأشكالها عبر عالم الصباح. بتعتقدي انه فن الديكور هو فينا نحطه تحت عنوان الجمال؟ أكيد أكيد، هو جمال من نوع آخر رانيا إذا بدك تقولي. بتعرفي رانيا، هي فكرة إنه واحد يقدم فقرة خاصة بالديكور، يمكن كانت أنا بالنسبة لإلي شغلة مبهمة أو شغلة ما خطرت على بالي أبدا. لما انعرضت علي الفكرة حسيت إنه مجال كتير جديد بالنسبة لإلي، وحبيت إنه خوضه، ولكن ما تصورت إني رح أترسخ فيه لهالدرجة ورح أحس حالي عن جد بقدر أقول متورطة عاطفيا كتير. يعني بحس حالي إنه صرت منغمسة بهالتجربة الحلوة اللي هي ما بنقدر نذكر. اكتشفتي إنه ممكن تبتكري أكثر لتقدمي للمشاهد، يعني ما وقفتي عند محل معين. بتعرفي رانيا، الحق معك ورح أقول لك شغلة. التجربة بالتلفزيون فينا نقول إنها مدرسة، مدرسة من ناحيتين. يعني عندك مدرسة لأنها تجربة جديدة عم تتعلمي منها طبعا، ولكن بدك تضلك تشتغلي على حالك لتعلمي حالك أكثر وأكثر، لأن يلي بيطلع على الشاشة على الهواء خاصة وبيعطي نصايح أو بيحكي عن مواضيع معينة أكيد فيها مسؤولية كتير كبيرة. وفقرة ديزاين بلشت بمفهوم معين، يمكن بلشت على أنها تفسر البيسكس أو الأمور البسيطة والبديهية للناس يلي حابين يعرفوا أكثر عن موضوع البيت، عن مختلف زوايا البيت. ولكن وصلنا لوقت صرنا عم نفوت أكثر بالموضة، صرنا عم نجيب المواد العالمية لنخبر
بتخبر العالم اكثر عنا، شو الترندز الجديده اللي بتنزل. بقى بفتكر انه عم تتقدم هالفقره حتى تاخذ صبغه او حله جديده كل فتره. وطبعا نحن هيدي املنا انه نضلنا نجيب الاشياء الجديده للمشاهدين، طيب تنضل عم نقدم رساله مفيده اذا بدنا نقول لربيت البيوت. رح طبعا ننتقل نحن وياكم لنشوف ريبورتاج كمان عن هالفقره. صباح الخير مشاهدينا، من هالاجواء الدافيه اللي محيطه فينا مثل ما وعدناكم امبارح، فقره ديزاين من العناصر المهمه جدا. نحن اليوم بنبلش معكم بموضوع الفن، الخلق والابداع، هن عناوين شدناها كثير بفقره ديزاين. مثل ما قلت جانين، مدرسه هو عالم صباح، ونحن بنقول نحن صرنا نص دكاتره قد ما بنستقبل الناس، صرنا نص فنانين، نص يعني صرنا عم نتعرف كل يوم نحن من كل الفقرات اللي عم تمرق معنا. وبدنا نقول كمان انه داليا كمان رافع كمان كانت ببدايه فقره ديزاين، كمان موجه لها تحيه. سياره للفرجه مثل ما سميت مثل ما قالت ريما، عجبك سياره للفرجه؟ هيدي مزبوطه بقوه. لا مش يعني مزبوط. انا شريت لي 12 وحده من سياراتك، وحده بال50، وحده بال70، وحده بال200 الف، وحجزت اربعه بال400 الف، في وحده بال900 الف. بدي ما عجبك اللون يومتها؟ شوف عيد ميلادي بعد شهر. اكيد ما هيك بنلحق نجيبها. انا بدي احكي مع اسف، انا مش هيك. يا حزين يا اسف، انا بقول مشاهدين قاعدين عم تعملوا ورا بدي صمد كثير. بدي صمد كثير بس بتستاهلي. ميرسي ميرسي، تسلم. خليني هيك بالفعل. احنا لما بنقول انا بستاهل، بس جوزي حيجي لعندك وحيقول لك مسكين جوزك، شو بده يعاني بعد يعني؟ اذا كل فقره سيارات هيك ما بقى. انا بتذكر طلعت انا غيدة ما خلتني احكي، عاقبتني سكتت هيك، قالت احكي لحالك. الفقره راضيه على الهواء يا غيدة. شو زعلت نهارها؟ ايه، لانه قلت بقى صباح الخير وحكيت كلمتين زياده، لانه هو بحب يصبح قبل ما هيدا. قلت له اوكي احكي لحالك، سكتت كل الفقره يطلع فيه انه بليز احكي ولا شيء. ليه؟ مع انه انا ماني حقوده، مع انه كنت انا معبه بدي احكي، عندي سيارات بدي احكي عنهم، بدي صار ضيعني يعني، وانا برتجل يعني ما بكتب شيء. مقهور على السيارات. ايه مقهور. كنت جايب برنامج جديد، يعني كنت سيارة جديدة جايبها من أوروبا وجاي دغري قبل بنهار بعالم الصباح، عملوا لها مونتاج بسرعة، طلعنا يومتها سكوب بالعالم كله، ما كان حدا بعد مقدمها ولا تي في، طلعنا فيها يوم الأحد الصباح. هذه كانت من أهمية عالم الصباح ببرنامج سيارات بهالفقرة هاي. كنا نقدم أشياء مثلا سكوب، أشياء بعد مش حدا سامع فيها، سيارات واصلة حديثا يعني بجولات العالمية، يعني جيب معي هالفوتج هالمعلومات هالتجاوب هاي، ينعمل لها مونتاج اون ذا سبوت يعني مباشرة، مش انه ننطر اسبوع واسبوعين مثل ما بيصير بالبروجرام اوتوموبيل اللي انا كمان بنجو، يعني لانه بيطلع مأخر بعد اسبوع او اسبوعين. كنا دائما بتقول نقدم معلومات طازة. تجي سيارة سخنة على الفرن أبداً على الاستوديو. وهيك يعني هو في نوع من التنويع للمستهلك ليعرف حاله شو بده يشتري، لأنه للأسف بسوق السيارات بالشرق الأوسط وخاصة بلبنان في أوقات عمليات هيك غبن بحق المستهلك. أول شيء من حيث السعر يمكن بيدفع أكثر من غيره، والأكثر من هيك إنه أحيانا بيشتري سيارة بكون الطراز تبعها مغير بعد شهر أو شهرين. ما بيقولوا له صح. فاليوم السياره حق ثروي، مش سياره الواحد عم يشتريها ب 1000 و2000 و5000 يعني، حق بيت يعني بالفعل. لا حتى السيارات الصغار اللي هن وسيله النقل الوحيده، انا باعتباري لانه بلبنان او بالشرق الاوسط، لانه بعد ما عندنا وسائل نقل عامه بالشكل المناسب مثل ما بيحصل بالغرب باوروبا او باليابان او بامريكا، اليوم وسائل النقل هي الخاصه هي وسيله النقل الوحيده للمستهلك للمواطن العربي بكل انحاء الوطن العربي. والايضا الان كمان بدي اقوله انه ابراهيم كمان مش بس بيحكي عن السياره ان كانت رخيصه او الغاليه، بيعطي كمان نصائح الطرقات، انتبهوا من جوار، انتبهوا من السرعه، يعني وسائل الامانه دائما بيحاول يواكب كل الناس بكل الاشياء اللي ممكن يهتموا فيها، لانه للاسف حوادث السير تتزايد والسرعه بيكون عندها دور كثير كبير بهذا الموضوع. كمان رح نشوف ابراهيم كيف كبرت فقره سيارات معه على مستوى ابراهيم. ما كبر فقط. فيكم يا صبايا. تسلم. نحن بنقول انه غاده وناديه من الصبح عم بيفوتوا كل شيء، يفوتوا يعدونا. عم يعدونا. غاده اجت ناديه عرفت عم يعدوا مايا ليلى ابراهيم، كل شيء بيفوتوا بيعدونا.
غيدة، أنا قبل ما أعطي الميكرو لليلى بدي أقول عن جد أنا بتشكركم أنتوا، لأنه بفتكر أنه كلهم بيحكوا نفس الشيء يلي بيقدموا الفقرات، بس تقعدوا قدامنا مستمد قوتنا منكم، مستمد إيحاءنا منكم، وأنا بعيدكم عن جد. وشغلي واحدة كمان بخص بالشكر كتير جابي أبو أنطون يلي بيظهر معي حتى نقدر نصور هالروبورتاجات الحلوين يلي كل واحد منهم بيحمل سوفينير كتير. أكيد كل المصورين يعني جابي وعمر وكل الأشخاص اللي بيساهموا ينقلوا صورة، كل اللي بيقعدوا على المونتاج بيفكروا انه التقرير بيطلع بدقيقتين، بياخذ هو 10 ساعات الفن بحد ذاته، ويعطيهم الف عافيه كلهم. أنا بحب أتشكر الجميع اليوم، وقول هو الشكر لأي نجاح هو للعمل المتكامل، وهالشي هيدا بيسعدنا أنه نحن قدرنا كملنا كل هالسنين مع بعضنا. بقى كل عيد وأنتم بألف خير، وجودكم هو خير كان للمستقبل ولألنا. ينعاد عليك كمان. رح توقف طبعا مع فاصل إعلاني، وبعده رح نكون كمان مع جروب جديد، خليكم معنا. بيناسبني اكثر اشخاص حملوا حالهم واجوا، كثير بدي اتشكرهم. اول شيء رح بلش من يميني، رح اتشكر شهير، واتشكر كمان زينه. زينه قلنا زمان 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 ما شفناكي، اشتقت لنا كثير. رح اعطيكم الميكرو. شهير وزينه هن كمان شخصين اول مره، يعني اول ما بلش عالم الصباح كانوا موجودين معنا. شهير كان عندها محطه وبعدين انطلقت الاسم يلي هو للنساء فقط، ما هيك؟ صباح الخير شهير، بدي اعطيك الميكرو. اول شيء بدي اقول لكم ينعاد عليكم كلكم، وحاسه حالي كان اول مره بطلع على الهواء، كان اول نهار بدي عالم الصباح. يعني كمان شيء جديد معنا استاذ سمير، يعني من حلو ينعاد عليك. و عن جد زينة يمكن هي السبب اليوم انه اجي، لانه صار لها 5 سنين بكندا، هي كمان من اول الناس اللي اشتغلت انا وياها بعالم الصباح، وهيك كان يمكن تجربه فريده من نوعها لنا كلنا، ان كان بلبنان ولا بالعالم العربي. انا نقلت اليوم على الاخبار بعدني مع عائله فيوتشر، وحتى هلا جديد فيوتشر نيوز، بقول لهم كلهم صباح الخير من عالم الصباح، وهن كمان كلهم بعيدوكم. يعني يا ريت بيرجع الزمن لورا شوي لنفرج الاشياء الحلوه اللي كانت قبل، ان كان بلبنان والله، حتى يعني لانهم شافونا بصوره كثير حلوه، ان شاء الله تضل هالصوره دائما وبوجودكم اكيد، لانه انتم عم تضلوا محلينا اكثر. انا حبيت بس هيك اعيدكم بشغله صغيره، لانه اخر بروجرام كنت عم بعمله هو ارض وورد، بقول لها ثانك يو لكندا، لانه هي الخبيره اكثر، هي خبيره اكثر منا بكثير بالورد، بس يعني كانت هيك تجربه حلوه، وبس حبيت هيك معكم اليوم الصبح. بس كمان زينة عندها، زينة جاية من بعيد. أنا جاية من بعيد، وشهير يعني قالت كل شيء، ما في لزوم عيد كل شيء، أهم شيء إني أنا بدي أقول إنه جربت بلدين لهاجر عليهم، وهربانين من الحرب وهربانين من كل شيء والسياسة، بس مثل لبنان ما في، عم بمشي على الطريق. حتصدقوني اذا بقول هيدا مش حكي تي في كليشيه، عم بمشي على الطريق، ومحل ما كنت بالجامعه ومحل ما كنت اشتغل بالفيوتشر، وعم بشم ريحه الحجار. بعد 5 سنين بموريال هيك بصير الانسان، ما بعرف اذا كل الناس هيك بس انا هيك، وحظي حلو انا مش منسقه اجي بشهر ايار على بيروت، ثاقبت انه قررت اجي بهالشهر، وثاقبت في هالشيء المناسبه بتعقد، ما بعرف شو بدي اقول، لاشوفكم كلكم بنهار واحد. عن جد ام فيري لاكي، ثانك يو غادة انك سمحتي لنا هالفرصه. ثانكي لكم وعلى اي لاف يو سو ماتش على المبادره الحلوه. بدنا نستعير منك ميكروفون اكيد، نعطيه لاستاذ سمير حمود مجلس الاداره ومدير العام لتلفزيون مستقبل. شرف جد، شرف كثير كبير لنا انه تكون موجود معنا. شكرا لك. نحن لا يعني مبسوط حياتي فيني يكون شيء يكون شوي متحيزه. نحن كلنا بصور شعور عنا اياه كلنا، هيدي السنه اللي حسينا انه في حدا عم يحضننا عن جد بالاداره وعم يهتم فينا، بفتكر الكل موافقين، فبدنا نشكرك. شكرا شكرا. يعني تلفزيون المستقبل اليوم عم يحتفل بعيد ميلاد ولد من ولاده، عيد ميلاد ال 16. يمكن اول كلمه بيقولها بعيد ميلاده بيقول عقبال ال 100 سنه. الله يخليك. احنا بس اكثر. الفريق، هالفريق الحلو الكبير يلي مبين على الشاشه، وراء الفريق اللي خلف الشاشه، خلق عالم جديد اسمه عالم الصباح.
بتبداوا يومكم بصباح الخير وبتنهوا برنامجكم ونشوفكم بكره. صحيح. وكمان بتبدوه بصباح الخير. فصباح عالم جديد هو شعارنا. شعار المستقبل. الحقيقه هذا البرنامج ما كان حيكون يعلي حق ويحلق عالي جدا لو ما الجهد الكبير والتعب اللي عم يبذلوا ان كانوا الموجودين على الشاشه او الفريق الخارج الشاشه. انا بتقدم لكل واحد منكم بالاول شيء بتمني باستمراريه العمل الكبير والنجاح الكبير، وثاني شيء بالامتنان من تلفزيون المستقبل ومن اداره تلفزيون المستقبل على الجهد الكبير اللي عم تبذلوه. عم تدخلوا السعاده للجمهور، الجمهور اللي عم يكبر يوم بعد يوم، اللي عم ينتظركم كل صباح، اللي عم يبدا يومه بعالم الصباح. هذا جمهوركم اللي لازم تعتنوا فيه ولازم تحبوه مثل ما هو بحبكم. ان شاء الله نكون عم نعطي ولازم تعطوا كل شيء عندكم ممكن يكون، وانا واثق انه انتم ما حتنقوا ولا اي جهد بهذا السبيل. طالما حضرتك داعمنا نحن حنعطي اكثر ان شاء الله. بدنا نطلب منك تطفي معنا الشمع ونعايد الكل بهالمناسبه بشكل شكرا. قديحه معك ونساب غرام ليه انا لا افا مهلك على مهلك. بدنا موسيقى. يلا بدنا موسيقى. تحت نودي اكيد نودي ناديه. يلا بنغني نقطع الجاتو. يلا بنغني برقول عجبنا صحون البطل.